الفترة القادمة متفائلين ومتوقعين تكامل الجهود للدولة في هذه المنظومة، وإن احنا يبقى عندنا منظومة متكاملة للتخلص الآن من المخلفات الخطرة بالذات الإلكترونية اللي احنا متخصصين فيها. وطبعا في من المخلفات الخطرة برضو مخلفات الطبية، ده مش تخصصنا، لكن نتمنى فعلا ان المخلفات الإلكترونية ان هي يبقى عليها الإصفات في الفترة اللي جاية، وان احنا فعلا كمصنع يشتغل بكامل طاقته الإنتاجية، وان احنا فعلا نتوسع في خطوط الإنتاج وفعلا نبقى عنصر داعم وعنصر فاعل في هذه الصناعة في مصر. في جهود كمان بالنسبة لجمع المخلفات من المنازل، لا شك انه في محاولة لابليكيشن جديد لتطبيق جديد بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، برنامج اسمه جاف، هو البرنامج منوط به تطوير منظومة المخلفات الإلكترونية في مصر والتخلص الأمن منها، واحنا طبعا باعتبارنا من أهم المصانع فاحنا في تنسيق كامل معهم بان احنا نكون هذا الابليكيشن بحيث انه يدي انسنتيفز لكل حد هيقدر يسلم المخلف الالكتروني الزائد عن حاجته او اللي هو عايز يتخلص منه في احد الشركات اللي بتقدم سلع او خدمات. في البدايه هنركز على السلع، والسلع تكون برضو الكترونيه، وبالتالي هيحصل نوع من التخفيض او الخصم او الحسم على اسعار هذه السلع الجديده في مقابل تسليم المخلف الالكتروني. هيحصل انه الشركات دي بنتعاقد معاها لانها بتجمع هذه المخلفات في مستودعات طبعا طبقا لشروط البيئه، واحنا بنستلم من هذه المستودعات لخطوط انتاجنا ونشغلها في مصانعنا، وبالتالي دي احد القنوات الهامه جدا لزياده حجم المخلفات اللي ممكن تتوجه للمصانع المعتمده.